مشكلة زربة هي مشكلة كبيرة ياسر، هي مشكلة مسؤولة عليها الدولة، الحمل الدولة هي المسؤولة، لأن مشكلة زربة ما تتبعش ليبيا ولا بلد آخر، يعني المسألة هي مسألة مركزية بالأساس. أنا نتعجب من السلطات المحلية والجهوية ربما اللي هي ما وجدتش يعني حل جذري، والحال أن اليوم في حبيب طمر أنا ما نحب نعرج، أنا المفروض هذه السلطات المحلية والجهوية اليوم هي المسؤولية وفق الدستور، لأن وفق الفصل 45 يقول أنه المواطن عنده حق في البيئة والدولة تساهم وتسعى للمحافظة على مناخ نظيف وبيئة متوازنة. الفصل 45 ينص بواضح السلطات المحلية والجهوية أخلت التزامها الدستوري. اليوم المفروض السلطات المحلية والجهوية هي التي يرفع ضدها قضية في يعني فهمت عدم المحافظة على بيئة سليمة وعدم توفير كامل الإمكانيات حتى تجد الحل الجذري. السلطة المركزية أيضا يعني استغنت عن المسألة كأن الأمر لا يعنيها، كأن جربة فهمت ليست بجزء لا يتجزأ من تونس. هذه يعني مشاكل كبيرة. اليوم كما قلنا مشكلة النفايات بجربة هي مشكلة مسؤول عنها الدولة، ولا بد أن الدولة تنزل بكل قواها لإيجاد هذا لتجاوز هذه المشكلة الكبيرة.